بنرحب فيكم في برنامجكم عليكم بالعافية، البرنامج اللي بنحاول نورجيكم إنه الأكل متعة ربنا خلقها عشان نستفيد منها ونستمتع بعملية الأكل، ونحاول نورجيكم إنه الأكلات تبعتنا، الأكلات اللي من جميع مختلف دول العالم ممكن نعملها بطريقة صحية ونستمتع وإحنا عم ناكلها. اليوم حنعمل أنا ومحمد، كيفك شيف؟ أهلا، تمام. حنعمل برياني روبيان الريدس، ومكوناته على حسب ما موجودة عندي 2 كوب أو 400 جرام من الرز البسمتي. رز بسمتي مغسول وجاهز. جاهز. بعدين بدنا نحط معلقتين من الزيت النباتي. زيت نباتي. أوكي. بعدين بدنا نحط معلقتين أو قطعتين من البصل المقطع لشرائح ناعمة أو شرائح صغيرة، هاي البصل. وحنحط بعدين روبيان حوالي يكون مقشر، صح؟ نعم مقشر. أوكي. جاهز؟ نعم. منظف منظف وجاهز للطبخ. بعدين نحط توميتو بيست من معجون الطماطم معلقتين. ما في فينا احط اذا بدي حسب الرغبه اكثر ولا لازم معلقتين شاف؟ معلقتين، احنا بنحاول نتقيد عشان يطلع عنا الريسيبي يعني هيلثي قدر الامكان. اوكي. لانه كل معلقه توميتو بيست، على فكره للي الناس اللي ما بتعرف، كل معلقه فيها سكر، فيها 15 جرام كربوهيدرات نشويات. بالضبط. وفيها سكريات، فبدنا ننتبه لانه احنا كل ما زودنا كل ما عم نزيد بالسعرات الحراريه. بعدين بعد التوميتو بيست عندنا التومي، ثوم مفروم ناعم، عندنا كوب من الشبت. الشبت. اوكي. 50 جرام من الشبت او كوب، 3 معالق كاري. كاري. اوكي. 2 عيدان من القرفه. قرفه. اوكي. وعندنا 5 حبات من الهال، ونص كوب من المي السخنه، مي. وبدنا نحط كوبين من الكزبره المقطعه قطع صغيرة، وست أكواب أو لتر ونص كمان مي، رشة ملح ورشة فلفل مطحون. تفضل شيف محمد. طبعا نبتدي بالزيت، كورن أويل. دايما خذوا زيت نباتي حتى نستفيد قد ما نقدر، إنه وما نكتر. إحنا يعني شفتوا إحنا هنعمل الكميات، ولكن حتكفينا بحيث إنه كل ريسيبي، كل سيرفينج بيعطيني حوالي 342 سعره حراريه. يعني في سعرات حراريه وهي كفايه لغدا، لانه انت فيها البربيان وفيها يعني فيها البروتين وفيها الرز، وما ننسى الخضار والفواكه معها. تمام. حطينا البصل. اوكي. حط البصل المفروم. اوكي. حطينا البصل. ثوم. ثومي. البصل والثوم من الزنبقيات، من فصيلة الزنبقيات احنا بنسميها. نعم. محمد، اللي لو اخذتوها انتم عم بتحاربوا 50% من انواع السرطانات. تخيلوا في طبقكم اليومي البصل فكتروا والثوم من الزنبقيات او البصل والثوم. نعم. اوكي. وشفتوا حطينا كميه كثير قليله من الزيت، كل ما قللتوا وصدقوني الطعم ما حيفرق. ما حيفرق. بالضبط. طبعا الثوم البصل من اساسيات الاكل، يعني اكيد 90% من الاكل لازم بصل وثوم. مقاوم كثير للامراض، بيساعد على انه يزيد الجهاز المناعي، يقوم الجهاز المناعي تبعنا. فاحنا بدنا ندير بالنا انه دائما نعتبرهم من اساسيات، زي ما تفضل محمد وحكى شيف محمد، من اساسيات الطبخه. بالضبط. انا عندي غرام اكل البصل والثوم. طبعا ناخذهم تقريبا 5 دقائق ل 8 دقائق على نار هاديه يتنسف شوي بالزيت ويدبل. شوفوا، فيكم تشوفوا انه ما في يعني ما موجود كثير زيت، يا دوب شمم ريحه الزيت. بالضبط. بنضيف شوي الريدس الروبيان. طبعا الروبيان من احسن انواع الماكولات البحريه، خلينا نقول غني جدا في الاوميجا 3 والاوميجا 6، اللي بيزود طاقه للدماغ، بيعطيك طبعا للذاكره، للناس اللي عندهم الزهايمر، بيمنعك من الخرف المبكر. واضافه الى انه الاوميجا 3 لها دور كثير كبير في
خلينا نقول مقاومه المناعه او تعزيز المناعه لدى الجسم. الناس اللي بيخافوا من السرطانات او لا قدر الله عندهم سرطانات، يعني خلينا نقول الروبيان او المأكولات البحريه غناها بالاوميجا 3 بحفز اكثر وبيغني اكثر طبعا عن كثير اشياء. نعم اوكي. شايف الريحه؟ انتم مش شامين بس انا شام الريحه رائعه. طيب بس البصل لسه ما حطيت بهار ولا لسه ما حطيت، بس ياخذ لون شوي البصل والثوم مع الريدس. طبعا بس نشوف لونه صار يصير وردي او زهري، دليل انه بلش يستوي ينضج. طبعا احنا بالخليج غني غني غنيه عندنا كثير المأكولات البحريه، استفيدوا منها لانه بدايه غير انه هي مفيده للجسم ومقاومه للامراض بكل انواعها. الناس اللي بتخاف من الكوليسترول دائما ما تاخذوه مقلي، حاولوا انكم تاخذوه مشوي وما تكتروا منه، لانه احنا ما بنمنعه ولكن بنحد فيه للناس اللي عندها كوليسترول عالي انه ما ياخذوه بكميات كبيره، ولكن لازال لازم ياخذوه من ضمن الاطباق، خلينا نقول كل اسبوعين مره او بالاسبوع مره، حتى يضيفوا او يعززوا جهاز المناعي عندهم. هلا بامكاننا نضيف البهارات والشوربه. خلينا اورجيهم محمد كيف صار شكله. شايف شلون بلش يصير احمر، لون احمر. اوكي يعني تقريبا هلا 70 80% استوى، ونحن لما نضيف التوابل حيستمر بالاستواء. اوكي نضيف التوابل الموجوده. أوكي. البهارات مشكله. اوكي السينامون. اوكي حطينا البهارات، حطينا عودين قرفه كمان. اوكي مع قرفه مطحونه وقرفه عادي. قرفه مطحونه وقرفه ستيك. اوكي شويه كاري. اوكي تمام. ندير شوي الزنجبيل، القرنفل. القرنفل والكزبره. اوكي نقلبهم شوي. حطينا ورق الغار كمان. ورق الغار طبعا هاي لما تغلي مع بعض كلها بتعطي نكهه لل صار لونه اصفر كمان. نعم بنضيف شويه مي. الله على الريحه. رائعه. تمام ممكن نضيف الشبت. لما احنا بنضيف الشبت، الشبت انتم عارفين من احدى خلينا نقول البهارات الطبيعيه اللي بتعزز القيمه الغذائيه تبعت الاكل. الشبت له كثير فوائد للمعده للامعاء، بهدي الامعاء بهدي المعده، بيساعد على عمليه الهضم. رائع جدا، وخلينا نقول الفوائد اللي فيه غناب. طبعا كل دائما احنا ننصح انه الناس تروح للاخضر كثير. ليه الاخضر كثير؟ لانه مضادات الاكسده بتكون فيه جدا عاليه، نكهته رهيبه، فائدته للجسم، مناعته للمناعة الجسم بتكون كتير قوية. وطبعا كل ما انتم ضفتوا بكميات ما نضيف كميات كتير. لا لا هو بس بيعطي فلافر يعني خاص هيك بال وغير انه قيمته الغذائية عالية ما عدا قيمته الغذائية. طبعا اللي تكلمتي عنها. طبعا انتم شوفوا زنبقيات اللي بتضد السرطان، الروبيان للأوميجا 3 والمناعة تاعت الجسم، الشبت وخلينا نقول القرفة. القرفة طبعا أي حدا عنده تلبك معوي، أي حدا عنده مغص بقول لك اغلي له قرفه. القرفه وجودها بالاكل مثل السحر، بيهدي اي بيمنع الغازات، بيمنع النفخه، بيهدي الامعاء. فيعني بنصحكم انكم تضيفوها مع الاكل لانها اساسيه. ملح ما بفضل نكتر، حاولوا انكم قد ما تقدروا تخففوا من الملح. ليه؟ لانه احنا دائما بنقول اياكم والابيضين، الملح والسكر. فلما احنا نخفف من الملح احنا بنعطي نكهه، ولكن لانه اصلا الاطعمه احنا حطينا كمان البندوره، ما هيك المعجون؟ المعجون طبعا. اوكي انا استغليت وقت انت عم تحكي بس صار وقت اني احطها. اوكي طبعا زي ما حكيت معجون الطماطم او التوميتو بيست فيه 15 جرام كربوهيدرات في كل معلقه، بيعطيني قيمه غذائيه عاليه، هو من الطماطم طبعا، في مضادات اكسده عاليه وجيد جدا. اضافه لانه زي ما حكينا نرجع للملح،
ما بدنا نكثر ملح. ملح عشان الضغط وعشان نمنع ارتفاع الضغط، والناس اللي عندها ضغط تاكل الاكل وهي شو مرتاحة. مرتاحة ما فيها دهن كتير وما فيها ملح كتير وطعمها ولا احلى. يعني على طول الملح نحن بنحاول قدر الامكان يكون انه اللي عم ياكل هو يضيف بايده بالنهايه. فيني اورجيكم؟ شوفوا 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 هالمنظر بجنن بجنن، يعني لحاله غير ريحته. تقريبا دقيقتين وبتكون هي جاهزه. هي طبعا امتى بنحط الهال؟ لا الهال حطيت انا شوي مع الصلصه بس تغلي كلها بتتنكه بالتوابل اللي حطيناها. احنا حنستخدم رز بسمتي صح؟ حنستخدم رز بسمتي طبعا. هي نحن بنشيلها على جنب صلصه البرياني. نحن اليوم عندنا روبيان ممكن تكون دجاج نفس الطريقه بس بنشيلهم على جنب والرز بينطبخ لوحده. احنا سلقنا الرز هلا بدنا نعم سلقنا جهزناه لكم قبل لحتى تشوفوا الرز. طبعا للاسف الشديد اي حدا بده يعمل دايت بيروح موقف الرز، بيروح موقف النشويات ككل. يا جماعه الرز او الكربوهيدرات من الكربوهيدرات اللي يعني بتنهضم بالجسم من ساعتين لثلاث ساعات بتكون تماما انهضمت، فما نظلم الكربوهيدرات ولكن الكميه اللي احنا بناخذها هي المهم. يعني الانسان ياخذ على قد السعرات الحراريه المطلوبه منه في اليوم. واحنا دائما بنستخدم شو؟ بنستخدم الطبق الصحي في اكلنا. يعني الطبق الصحي بيكون نص الطبق خضار وفواكه ونص موزع محمد بين البروتينات زي الروبيان اللي حنعمله او الرز. طبعا اذا انت بدك تكون كتير صحي روح للرز الاسمر او الرز اللي هو من القمح الكامل، ولكن ما في ضرر اني انا استخدم الرز الابيض ولكن بكميات اقل. الرز البني والرز او خلينا نقول الاسمر او الابيض الفرق مش بالسعرات الحراريه، لانه الاثنين المغرفه محمد الوحده بتعطيني حوالي 15 جرام كربوهيدرات و80 سعره حراريه. ابيض اسمر احمر ما بيفرق، ولكن خلينا نقول الاسمر فيه الالياف اعلى فانت بتشبع اكثر اسرع تاكل اقل وفيتاميناته اكثر. تمام هلا نحن تقريبا شبه جاهزه صلصه البرياني زي ما حكينا. احنا جهزنا الرز المسلوق جاهز اوريدي. اها شو بدنا نعمل هلا؟ بس صفي علينا عمليه السكب وتقريبا جاهزين نحن. بس جيب الصحن نطبقهم؟ نعم. طب خلينا نحطهم نطبقهم؟ بس جيب الصحن يلا نيم بليت. في اثناء ما محمد انا طبعا ما بدي اقول لكم يا سلام يا سلام اشي وانا صايمه يعني جميل الموضوع اشي غير شكل صراحه. وشفتوا ما اخذ وقت، يعني باقل من نص ساعه انا جهزت طبخه برياني بالريدس او بالروبيان. طيب هلا بس ورجيني كيف نحط الرز محمد. احنا بنطفي هذا هلا؟ نعم مطفي. اوكي هل تعملوا الطبقات؟ خلينا نعم. اجهز طبعا ممكن نقلبه هيك. ممكن البرياني يكون على الوش. في ناس تعملوا طبقتين، طبقة رز طبقة برياني. هنورجيهم الجهتين. هنجهتين نحن. ممكن نحن نوزعه على اطراف الصحن كمان ما في مشكله. طبعا هذا للناس اللي ما بيحبوا خلينا نقول الرز الملون، وانا في عندي اكثر من حد بفضلوا ياخذوا الرز الابيض وياخذوا الروبيان لحاله صوص، او حنعمله اللي هي الطريقه الرئيسيه واحنا جهزناها صوص. طبعا قبل البرنامج لانه لازم تنحط بالفرن واحنا ما معنا هذا الوقت الكثير. شوفوا ما اجمل المنظر وبدي ازين لكم اياها محمد. ممكن نزينه بالشبت. الله فعملنا لكم هيك شوية كزبرة وبالهنا والشفاء هيك طبقنا جاهز. اوكي فينا نجيب الطبق الرئيسي للبرياني. طبعا البرياني نحن
عندنا طبق برياني هون، البرياني العادي المتعارف عليه اللي هو نفس هو الطبق نفس اللي الطبق بس هذا بطريقه هيلسي يعني، وهذا للناس الريجولر. اوكي كمان فيكم تشوفوا كيف شكله. طبعا هذا اللي بنحط بالفرن. اوكي طبقه زي ما حكى محمد، طبقه رز، طبقه برياني روبيان عفوا، بعدين كمان مره طبقه رز، طبقه روبيان، وبتنحط بالفرن. بالزبط. صح قديه بنحطها محمد؟ ما بتاخذ اكثر من 5 دقائق، هي اوريدي مستويه. إيه؟ يعني بس عشان تعطي الفلافر بس تبع البرياني. هون عملناها بطريقه ثانيه زي ما انتم شايفين، عملناها بالصوص وخلينا الرز برا، رز ابيض للناس اللي حايزه تحافظ على الوزن، ما يكون الناس اللي عندها سكر، الناس اللي عندها مشاكل بياخذوا الطبق بهالطريقه. اولا ما في زيت، وزي ما شفتوا ما حطينا ملح الا يدوبك اقل من ربع المعلقه. اذا الشخص عادي وما عنده اي مشاكل صحيه وبده يزود شوي بيكون شيء بسيط هو يزود عليه، ولكن انا يعني بالحالتين احنا عملناهم بزيت اقل، سواء هذا الطبق الرئيسي اللي هو البرياني الاصلي تبع على الطريقه هي نفس العاديه، الطريقه العاديه، ولكن نعم. هون احنا حطيناها بطريقه اخرى للناس، ورز ابيض بدون رز ابيض بدون ما يكون ملون، بدون ما نحط زعفران او نعم. او الوان. وهيك احنا بنقول للناس ايش عليكم بالعافيه بالعافيه.